السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، وموضوعه اليوم هو هذيك لانتروديكسيون اللي شفتو في اول الفيديو. دونك هي اللي درسنا لهذا اليوم، كيفاش نصوبوا واحد لانيماسيون بواسطة باوربوينت ونستعملوها كفيديو. دونك بسم الله ناخذ واحد نوفيل بريزونطاسيون. دونك هنا عطاني لا نوفيل ديابوزيتيف، ما محتاجاش اي زون دو تيكست، نحذف هاد لي زون دو تيكست. يعني شنو الهدف من هاد الدرس هذا؟ يعني نشوفو كيفاش نديرو لانيماسيون. نشوفو مثلا واحد اليد كتبع واحد الخط معين كتبتو في واحد ديابوزيتيف. دونك اول حاجه نجيبو الصوره واحد الطابلو معين ونحطو في لاغيير بلون ديال الديابوزيتيف. يا اما نجيب الصوره ونحطها على الديابوزيتيف اولا نحطها في لاغيير بلون. دونك انايا في الدرس انني نديرها في لاغيير بلون ديال الديابوزيتيف. غنمشيو كرياسيون، لونغلي كرياسيون، mettre en forme l'arrière-plan. Remplissage avec image ou texture. On droite là fichier. On a fait la photo qui est محتاجه à la mettre dans diapositive. On a deux tableau. Mais هو هذا الصورة. لاحظتوا انه ولا في لاغيير بلون ديال ديابوزيتيف. دونك هذه اول حاجه بدينا بها. نسد دابا ونجيب مثلا واحد زون دو تيكست اللي نكتب فيها واحد واحد تيكست معين. نمشيو لاكوي زون دو تيكست ونكتب واحد لو تيكست اللي هو سميت القناه ديالنا. ننسي غادي نكبر هاد الخط، هادشي يعني باين ومعروف. كليكي دغوا ميوغي باش نسيليكسيوني لا زون دو تيكست ونختار واحد الكتابة طباشيرية معينة. اللي هي هادي مثلا. بالنسبه لهاد لي سيت ديكريتور هما كيكونوش بار ديفو في الباوربوينت. انا درتيهم تيليشارجمون وحطيتهم في كوم سيت ديكريتور. غادي نوريكم في اخر فيديو كيفاش نحطو دي سيت ديكريتور اللي درنا لهم تيليشارجمون من انترنت ونحطوهم ويبانو بار ديفو في هاد لا زون هادي. وغادي نحط لكم ايضا في صندوق الوصف واحد الملف كيحتوي على مجموعه من لي سيت ديكريتور، ممكن تختاروهم والانستالاسيون ديالهم سهله جدا، غنوريها لكم في اخر الفيديو. دونك نختاروا هاد الكتابه هادي، نصغر شويه نختار مثلا كتابه لون ابيض. دونك هذا اول ثاني شيء، جبنا لا زون دو تيكست وكتبنا فيها النص اللي بغينا نديروا ليه لانيماسيون. غنجيب واحد اليد معينه اللي غنكتب اللي هي اللي غندير ليها لانيماسيون، غتبان بانها كتبع هاد الكتابه هادي. دونك ايضا غنمشيو لانسيرسيون ايماج وناخذ هاد اليد انسيري، يعني غتخلق ليا مشكل. دونك غنوريكم كيفاش نحيدو لاغيير بلون ديال صورة معينة بواسطة باوربوينت. دونك جو كليك سيغ لا فوتو، فورما، سيبريمي لاغيير بلون. كيجيب ليا لا زون لي بغينا نديرو لا سيبريسيون ديال لاغيير بلون ديالها، نزيد أنايا هاد لابارتي تا هي بغيتها يخليها ليا. يجي فاليد. لاحظوا معي الصورة تبحث بدون أغيار بلون. ممكن نكبرها واحد شوية، نختار حتى الكتابة باللون الأصفر أوت كولور باش ناخد لون معين أصفر باهت مثلا. يجي فاليد. أوك دابا
جبت كلشي للديابوزيتيف ديالي. شنو بقى ليا؟ بقى ليا لانيماسيون. نبداو بلانيماسيون ديال لو تيكست. نسيليكسيوني لو تيكست لونغلي انيماسيون بالايي. لاحظتوا ان البلاياج جا من الاسفل الى اعلى. انا بغيت نغير اتجاه ديال البلاياج، نضغط على اوبسيون دي في ونختار ابارتير دو لا غوش. نغير ايضا السرعه ديال هذا البلاياج، كاين هنايا في مينيتاج ونغير مثلا 5 ثواني ونصف ونديرو لابيرسي باش نشوف لانيماسيون ديالي. دونك مزيانه لو بلاياج دو كوش ا دروات. قالت لي حاجه وحده انه هنا ديماري نغير شكل ديال لانيماسيون ونديرها افيك لا بريسيدونس باش ما نحتاجش ان كليك لانيماسيون. دونك هنا كملنا في لانيماسيون ديال لو تيكست. دابا نمشيو نديرو لانيماسيون لهاد الايد هادي، بغيت نخليها تتبع هاد الكتاب هادي. دونك غنمشي ايضا لانجلي انيماسيون ونختارو شكل اخر من لانيماسيون اللي هو شومان بيرسوناليزي. شومان بيرسوناليزي، لاحظوا لا سوري كتحول لبلوس. دونك هاد البلوس هذا غادي نبقى نحاول نتحكم في لا سوري ونتبع هاد الكتابه هادي. هاد الشكل هذا يعني با لا بين باش منطلق من لا سوري، غادي نبقى تابعها. الامر شويه خاصو دقه لكن غنحاولو معاه. دونك هنايا كملت لانيماس، غنكليكي دو فوا على لا سوري باش تاكتيفا هاد. لاحظتو بانه يعني تبع الكتابه ولكن بطريقه سريعه. دونك ايضا غادي نختارو نفس لو ديلي وبيان نفس لا ديوغي ديال لانيماسيون الاولى، نختارو ايضا 5 ثواني ونصف، نختارو 5 ثواني ونصف. ايضا افيك لا بريسيدونس باش ما في لانيماسيون، لاحظوا معي نديرو لابيرسي باش تشوفوا العيب اللي كاين هنايا. ابيرسي يعني لانيماسيون ديال لو تيكست هي الاولى، عاد غتبعها لانيماسيون ديال اليد، وهادشي اللي ما بغيناش، بغيناها تكون او باراليل. دونك غادي نمشيو هي اللي غادي نطبقو دابا، غنديرو افيك لا بريسيدونس شي جو في نفس الوقت. دائما شوفوا لانيماسيون ديالنا إلا كاين فيها شي عيوب نصلحوهم. يعني كاين واحد لو بتي ديكالاج، غنحاول نقادو غير لا سوري ونعاودو نشوفو لابيرسي. نتوما يعني باش منطولش الفيديو ممكن تحسنو الطريقة ديال انها تتبعها اكزاكتومون غير عن طريق التعديل في لو ديلي وفي لا ديوغي، وايضا باش تجرو هاد اليد هادي باش تبقى دائما تتبعها اكزاكتومون، وتبقاو تضغطو على لابيرسو حتى تبان لكم لانيماسيون غدا مزيانه. دونك بقات لينا مرحله اخيره هي نرجعو هاد الانيماسيون على شكل فيديو ام بي 4، وهي كي يوفرها ليا لوفيس 2016. دونك غنضغطو على لونغلي فيشيي اكسبورتي. عندي واحد لو كوموند هي كريي ان فيديو، ودائما افيك ان كاليتي، كاليتي دو بريزونطاسيون، كاليتي انترنيت، وهي كاليتي انفيريور كتختارو الشكل ديال لا كاليتي. مثلا نختار كاليتي دو بريزونطاسيون اللي هي احسن كاليتي، ونضغط على كريي لا فيديو ونعطيها عنوان ما فيديو و لو بلاسمون بيان سور طارو دو بيو باغ اكزومبل. اي جو فاليد با انرجستري.
غتاخذ واحد شويه الوقت لان لا فيديو غتكون صغيره. يعني لو فيشي ديالي صباح على شكل فيديو هو هذا اللي خزنته في البيرو. ملي نفتحو هي هذه الانيماسيون ديال صوت بسيطه في باوربوينت. وبذلك غنهي الفيديو ديالي والى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا على الانتباه. كما قلتلكم في اخر الفيديو غتلقاو رابط ديال واحد الملف اللي فيه مجموعه من لي ستيل ديكريتور، ممكن تريشارجيوه غراتويتمون. وغتلقاو واحد ملي غتفتحوا غتلقاو دوسي فيه مجموعه من لي ستيل ديكريتور. هنا غتمشيو لافيشاج، ملي تفتحوا الدوسي ديالكم ضغطوا على غران ايكون باش يبان لكم لو ستيل كيف ما هو قبل ما ديروا ليه لو تريشارجمون ديالو. مثلا عجبكم هذا لو ستيل هذا بوكليكي سوغ لو فيشيي غتظهر لكم واحد لا كوموند بيا ايكون اللي هي انستالي. اون فوا كتضغطوا على انستالي راه غيظهر لكم اوتوماتيكمون في لي ستيل ديكريتور، يا اما في الوورد يا اما في باوربوينت وحتى اكسل، يعني غيظهروا باغ ديفو.